ازاي نتعامل مع اطفالنا خصوصا لما يوجهونا كده اسئله محرجه وصعبه واحنا كاباء وامهات ما بنبقاش عارفين الاجابه عنها ايه. صحيح. طيب خلينا نقول يعني اول حاجه كده، الاسئله دي حاجه طبيعيه، وده يعني نوع من انواع الذكاء اللغوي. ولازم اطمن ان ابني عنده نوعين من الذكاء، الذكاء الفطري والذكاء المكتسب. الفطري اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبهوله، والمكتسب اللي من خلالي انا بقدر ان انا انميله مهاراته وبطورها. فلما بيبدا ابني يسال انا بطمن ان هو بيبدا في مراحل النمو الطبيعيه، ان هو دماغه تشتغل. انا ابني مش بيسال، يعني انا ابني دماغه واقفه، ابني مش بيتطور في مهاراته. فمعنى ان هو بيسالني، اعتقادي انا ان ابني بدا ان يشوف حاجه او يسمع كلام حد فاقلق، وابدا ان انا احط ابني في زون اللي هو يا ترى مين اللي قال له او فتح عينه، وانا لما هاجي ارد على السؤال هرد عليه ازاي، علشان انا مش عايزه برضو ان عينه تتفتح اكتر من كده. وهو الطفل بيكون بيسال بسذاجه وببراءه متناهيه على حسب عمره انا هبدا ارد، وده اللي احنا هنقوله طبعا في كل المراحل، وازاي ان احنا نرد على اغلب الاسئله اللي ممكن تكون اكثر شيوعا في كل مرحله والتانيه. ليه اصلا الاباء والامهات بتتوتر؟ يعني ايه الحاجه اللي بتخليهم يحسوا ان الموضوع ده تابو، ما ينفعش نقرب منه مثلا؟ لا، خلينا نقول ان كده كده الاباء والامهات متوترين طول الوقت، عايشين في توتر. بس هم متوترين، اسئله بنتوتر يعني. ده صحيح، بس هي الفكره كلها ان يا ترى ابني شاف ايه، يا ترى مين اللي بيتكلم مع ابني، هو ابني حصل معاه حاجه، او حد لا قدر الله يعني بيتعامل معاه بمبدا الاعتداء او التحرش وكده، فبدا عينين ابني تتفتح، وخصوصا في الاسئله اللي فيها نوع من انواع التربيه الجنسيه. لان انا جيت ازاي مثلا، او الفرق بيني وبين اختي ايه، وكل الاسئله دي هو بيسال بالعام بالمطلق، مش لازم تكون محصوره في توقعاتي انا عن ابني. لان احنا عايزين نفرق ما بين الطفل دماغه شغاله ازاي وبيفكر ازاي، وما بين توقعاتي انا كشخص بالغ وراشد انا بشوفه ازاي، فبيبقى في فرق كبير جدا. فانا من خلال النقطه دي بتوتر. خلينا بشكل عملي بقى، ما دام انت قلتي الاسئله دي وكل مرحله ليها طبيعه اسئله. صحيح. معينه نجاوب ازاي السؤال ده مثلا، لما الاقي ابني او بنتي بيبتدي يسال انا جيت ازاي، انا ايه الفرق بينه وبين اختي. انا كاب وكام ازاي اقول له اجابه تناسب عقله وفهمه وادراكه في السن ده؟ صحيح. طيب خلينا نقول اول حاجه، انا جيت ازاي المرحله اللي هي من 4-5 سنين، الطفل بيسال فيها عن فكره انا فعلا احنا موجودين هنا ازاي، او احنا ازاي اصلا موجودين وانا جيت، خصوصا لما تكون مثلا الام حامل في الطفل التاني. اسئله وجوديه بالظبط. فانا هنا بسهل عليه اداء المهمه، هو عايز يسال انا هنا ازاي نسبه لاخويا اللي في بطنك. في اطفال بتفتكر ان الام اكلت، انت اكلتي اخويا عشان هو كده موجود هنا. فانا بسهلها عليه خالص، بابا وماما كانوا بيحبوا بعض واتقابلوا، اوكي، ودعوا ربنا ان انت تبقى موجود في حياتهم، اوكي، وموجود في بطني مكان عشان يقدر ان هو يحميك. طب ليه مش موجود في اي مكان تاني في الجسم؟ لان ده المكان اللي ممكن يكون هيساعد طفل بحجم البيبي اللي انت بتشوفه، واجيب له صور وهو صغير. اوكي، هو مش عايز يسال بقى عن التفاصيل دي، لا، دي ممكن يسال عليها المراهق. أيوة. لان هو بدا في مرحله ان التطور الفسيولوجي اللي موجود في جسمه وتطور الهرمونات يبدا يميز ما بين الذكر والانثى. وبطبيعه الحال كده في الدروس بتاعه الساينس في الشرح التفصيلي للاجهزه التناسليه، فبيبدا هنا بقى ايه، ان هو عايز يعرف التفاصيل. فانا في كل مرحله عمريه بزود معلومه صغيره، لحد ما اوصل عند مرحله المراهقه. وبرده فكره في ايه، في ان انا مش هتكلم باحراج او خجل، فابني يبدا يشوف ان انا متوتره فيبعد عن اسئلتي خالص، ويبدا هو يستكشف عالم بتاعه، يا اما من صحابي يا اما عن طريق الانترنت. وفي الحالتين قد يصل الى معلومه خاطئه،